اهي ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، شايفين طولها وجمالها وبساطتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام اهلا بيكم. العباية عجبتكم جدا وقلتوا اعملوها بقياس كبير. النهاردة هنعملها مع بعض قياس كبير، وعندنا القياسات بتاعتنا عبارة عن عرض الظهر 40 سنتي، الطول الكلي 140، والكم 63. القياسات دي قياسات ايه؟ قياسات لحد 80 كيلو، تمام؟ والشريط الزينة اللي احنا هنعمله عشان يزين العباية بتاعتنا. تعالوا يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. القماشة اللي معايا 3 متر اهي. لو الوزن كبير بنضاعف الطول، لو الوزن كبير بنضاعف الطول، تمام؟ طيب هطلع الاكمام لوحدها. ادي القماشة زي ما انا جبتها اهي، وخدي بالك ان بتيجي على الوش اهو، تمام؟ فانا اول حاجة هطلع منها الاكمام. التطبيقة دي قد ايه؟ 28 سنتي، تمام؟ بقص كده عشان اخرج الكم من القماشة قبل ما ابدأ في اي حاجة. لازم اأمن نفسي في اي موديل ان الكم يطلع، لانه ما ينفعش اعمل الموديل ولا نفسي ايه بوصل الكم ويطلع شكله مش لطيف. الكريب زي ما قلنا قماشة ناعمة وجميلة جدا، وممكن اشغلها طول وعرض على حسب، يعني انا ممكن اعمل الموديل ده الوزن كبير لو انا استخدمت العرض. طيب هنا بنزل 14 سنتي اهو، وقلنا ان هي ايه من 13 ل 14 بتكون اساسية، وبنزل من هنا من اعلى نقطة لغاية النقطة دي، تمام؟ بس كده الكم خلص. الكم عندي طوله 63. طيب بقيس من اول هنا لغاية هنا 63 اهي، وبزود 5 سنتي علشان لما اتني الكم يكون مظبوط اهو، تمام؟ وبالشكل ده اكون خلصت الكم. طيب هنا عشان ما احسش ان الكم واسع قوي لازم اخد منه شويه، يعني هاخد منه حوالي 7 سنتي، تمام؟ وهوصلها براس او بالجزء ده كده النقطه دي علشان تكون شكلها مظبوط اهو بالشكل ده، عشان لما اقص يجيلي القص مظبوط. وبشيل الجزء ده كده، وبالشكل ده اكون خلصت رسمه الكم، وبركن الكم على جنب علشان اكمل باقي الموديل بتاعي. كده خلاص الكم خلص، بعمل علامة الترتيب اهي وببتدي الموديل بتاعي. حضراتكم انه 3 متر دي كافية ان اعمله الوزن كبير، بس لو استخدمت العرض طول، تمام؟ طيب بعمل خط بعرض المسطرة عشان اساوي بيها الشغل بتاعي. نص خط الظهر هيبقى 20 سنتي اهو، بنزل 22 سنتي، خلاص حفظنا. بخرج 6 سنتي، بس انا هنا هخرج للاخر. زي ما قلت لكم العبايه واسعه، فلازم تكون واسعه اهي بالشكل ده. بصوا اسهل موديل ممكن تعملوه وغالي جدا، بس هيخلص في دقايق باذن الله. شايفين كده؟ يبقى انا اخدت 20 سنتي ونزلت 22 سنتي، ادي الدوران بتاعي اهو بس، تمام؟ طيب عندي دوران الرقبه 8 سنتي اهو، بنزل 3 سنتي وبنزل هنا 3 سنتي، وما تقلقوش مش بيأثر على الدوران بتاع الاكمام. العباية خلصت يا جماعة، حرفيا ممكن تعمليها مشروع. ليه ممكن؟ هي اساسا يعني اونلاين مشروع مكسر الدنيا، ناس بتاخده من دلوقتي، عملية وسهلة وبسيطة، وفي رمضان يكون عندك الموديل بتاعك وتقدري تجهزيله من دلوقتي. انا بثبت عشان الكريب قماشة ناعمة وبتتحرك، فما تتحركش منك اثناء القص تغير القياسات بتاعتها، تمام؟ هقص بس الجزء اللي انا عملته ده وخلاص اهو للاخر بس، ما عملتش حاجة زيادة. وادي دوران الرقبة لاحظتوا ان انا ايه ما خدتش علامات قياس ولا حاجه، تمام؟ انا باخد الطول الكلي بقى كده ايه 140، هاخده 145، تمام؟
طيب كده خلاص ادي العباية، باخد منها جنب بس للتعديل، جنب واحد اهو عشان اعدل دوران الرقبة. بجيبها على بعض كويس جدا، خدي بالك علشان ما تسرحش منك، زي ما قلت لك الكريب قماشه ناعمه جدا. تمام، 3 متر دول هيعملوا لنا العبايه بالزعبوط وطرحه كمان عشان تبقي عامله مشروعك متكامل. تمام، 3 متر وبالظبط بالظبط وربع عشان احنا بنعمل زعبوط. طيب هنا انا بعمل ايه بقى؟ بروح مكبره دوران الرقبه اهو، يعني وليكن كده 10 سنتي. تمام، عشان يبقى مفيش سوسة ولا حاجة، احنا عايزينها مريحة. وهنا بدخل حوالي 1.5 سنتي عمق اهو، والعباية دي مش هترجع لورا عشان فيها زعبوط، هو اصلا هخليها لقدام، فمفيش داعي ان احنا ناخد ايه 1 سنتي اللي احنا بناخده. تمام، الخطوة المهمة هي ان انا بفتح العباية في النص عشان اركب الشريط بتاعي. ده كده الزعبوط اهو، بصوا كده القماش متطبق على 4 كده، عرض 34 وكده طول حوالي 45. ما بعملش حاجة في الزعبوط ده خالص، بس هو يعتبر اهم قطعة في الموضوع، شياكة بشياكة شياكة شياكة، شيل بس الزيادة دي. تمام، باجي هنا حوالي 3 اصابع كده واروح ايه شايلاهم اهو، يبقى ده كده بالنسبة لي الخلف. تمام، وده كده الجزء ده الامام، ويلا نشوف الخيطة مع بعض. ما تنسوش اللايك. بقفل خط الامام اللي انا فتحته في النص عشان اركب عليه الشريط. ينفع اركب الشريط وهي مقفولة؟ مش هتظبط، مش هتظبط، ده شغل مسطرة وقلم بقى ومتعب. ده بالنسبة لي انا اسهل كتير جدا واوفر في الوقت والمجهود. اجي هنا ايه بقى عشان اركب الشريط اهو، واتاكد انه في المنتصف، ولازم يطلع فوق كده شويه عشان التقفيل بتاعك يبقى حلو. وطبعا خلي بالكم انا حطيت خيط بيج عشان الشريط ما بقاش مخيط عليه باللون الاحمر. تمام، وخدي بالك كمان علشان ما يتحركش منك الشريط، هيبان ويبقى شكله مش حلو، كل شويه ايدي عليه انه يبقى في النص. ادي الشريط اهو خلاص كده ركب. تمام، نجهز بقى الجزء الخلفي. قبل بقى ما نشيل الخيط البيج نركب شرايط الاكمام اهي، خدي بالك علشان القماش له وش وظهر. تمام، طيب انا بتني كده تنيتين من جوه بعض اهو. تمام، الشكل ده كده بسم الله. لازم ناخد بالنا من التفاصيل يا جماعه. تمام كده اهو الكم، احلى حاجه في الموديل ده مفيش سجاف، مفيش اي حاجه في دوران الرقبه عشان الزعبوط بتاعنا بيقوم بالمهمه. شايفين كده ادي الاكمام، الخيط مش باين خالص. تمام، وادي الشريط بتاعي اهو، واروح ايه مركبه بالشكل ده عشان يكون واضح. هعمل الكمين عشان ايه لما اجي اغير خيط، حته تعب بسيطه بس بتوضب لك الشغل، بتخلي شغلك والفينش بتاعك حلو. تيجي تعملي مشروع محدش يطلع لك غلطه، يعني خلي شغلنا عالي يا جماعه، ما ينفعش يبقى خيط احمر في قماش ابيض، دي حاجه يعني مش لطيفه خالص، وتقول لك اسوق ازاي، تسوقي لي شغل ازاي وانت مش مهتمه اصلا بالتفاصيل اهو. هعمل الكم الثاني باخد الامام على الخلف اهو، واخد بالي ان الوش على الوش. تمام، طيب خيط الاكتاف في بعض، بفرد العبايه بتاعتي اهي، دوران بتاع الرقبه حلو، بفرد العبايه بتاعتي كده عشان نركب الاكمام. بصوا الاكمام بعد ما الشريط يتركب وتكوت لازم نكوي. تمام، لازم ناخد بالنا من التفاصيل، الحته المكويه دي هي اللي هتكون عندي في اعلى راس الكم اهو،
واعمل حسابي اسيب مساحة علشان لما اعمل اوفر ما يبقاش شكلها وحش، لان قماش الكريب يا جماعة لازم يتعمل له اوفر. وما جيش بقى في التعليقات لو احنا بتقولي ايه القماش المستخدم اسمه ايه، ان انا من بدري وانا عمال اقول كريب كريب اهو. تمام، زي ما حضراتكم شايفين موفرة جدا جدا، 3 متر وربع بالظبط عاملين العباية، تلبس حتى 80 كيلو بطلحة بالزعبوط، مفيش اوفر من كده. يعني بصي لو القماش الشريطي غالي هتكلفك 300 جنيه يعني، متهيألي كده الله اعلم كده، ان مفيش عباية دلوقتي اقل من 1000 جنيه ومضروبة يعني. تمام، هكمل بقى الكم من الناحية التانية. خلاص كده اهو، بعد ما ركبت الكم لا كسرات ولا كشكشه ولا اي حاجه. تمام، بروح واخده الاكمام كده قافلاها. خدي بالك كل حاجه تيجي على بعضها، ما ينفعش الشريط يسابق الشريط تاني، ما ينفعش ان انا ايه الاسوله ما تجيش مظبوطه. تمام، بصوا كده هدخل حوالي 2 سم عشان مش عايزينها واسعه قوي، اهو ثبت كويس قوي. حد سالني يعني ايه فالموتور، يعني بعيد على الغرزه عشان تتثبت. ماشيه كده اروح ايه قبل ما اروح في اي حته شيل الخيوط اهو، وسلام لو الخيط ده يبقى نبيتي كمان لون هي لونها طوبي، بس لازم لو الخيط لون العباية يكون افضل طبعا. تمام، وبنزل على الاخر على واسع، لو لقيت زيادة في الكم تجاهلي. بصي اهو في حوالي سنت، مش مشكلة انا هيلاقيكم العباية دي واسعة، وبنزل على الاخر. ادي العباية بتاعتنا اهي زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الوسع بتاعها وجمالها وبساطتها. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هركب الزعبوط مع بعض. يلا نشوف طريقة التركيب. عبارة عن قطعتين، كل قطعة لوحدها. تمام، ادي الوش وادي الظهر، كل قطعة تركب لوحدها. طيب بصوا، هاخد من اول هنا كده، من اول المثلث احنا قصيناه اهو. بسم الله، بقفل 3 جوانب وبسيب جنب. بصوا كده ادي الزعبور. تمام، قفلت الجنب ده الجنب ده والجنب ده، وسبت الجنبين دول مفتوحين. هعمل التانية معاك كده. الزعبوط بنخلي الوش على الوش بالشكل ده عشان نخيطهم، ونسيب مكان من تحت عشان نقلب منه. تمام اهو، بصوا كده. طبعا عملنا العباية المغربي دي شكلها جميل جدا بطريقتين في القناة. تمام، للاطفال وللسن المحير، ودي كمان المقاس الكبير عشان يبقى قدام كل الاختيارات. الشكل ده طبعا قبل ما اركب لازم احط الشريط على طرف الزعبوط قبل ما اركب. بركب الشريط اهو من الطرف، لازم اطلع بره كده شويه الشريط هنا عشان لما اجي اركبها في دوران الرقبه يكون الشكل كويس. تمام اهو، الشريط ده موجود في محلات ادوات الخياطه يا جماعه، مش يعني ملوش مكان معين، وموجود الاحلى والاشيك، وانت تختاري اللي محتاجاه واللي يليق على القماشه اللي انت جايباها اهو. ايوه يا جماعه تمام، باخد خط الظهر كده واركبه ايه في خط ظهر الامام اهو، الظهر عفوا الظهر مع الظهر، خط النص مع خط النص. تمام اهو، شيك جدا في منتهى الجمال والبساطه. تعمل اوفر كمان هتبقى في منتهى، مفيش حاجه تاني بعد الشياكه والجمال اهو.
بنلف بالخياطه بالشكل ده، شايفين الطرطور طويل ازاي وكبير ازاي، ودي شكلها حلو. وبقيه التلاته وربع هنعمل طرحه كمان علشان يبقى الامر مظبوط كده ويبقى معانا كذا قطعه. ودي فايده انك تعملي الحاجه بنفسك وبايديكي، مش هتلاقي الاوبشن ده بره. تمام، ولازم اشيل كل الخيوط دي. ويلا نشوف كده شكلها.